السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، عملنا ب6 اكياس فيجيتار نص كيلو بودرة فيجيتار. الفيجيتار بتاعنا العادي خالص دوت، للناس اللي بتحب تعمل الاكل بفيجيتار. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. وادي الفراخ هي اللي عملنا بيها الفيجيتار، اللي عملناها بالفيجيتار شكلها طبيعي جدا وطعمها تحفة، طعمها اكنها بالفيجيتار ولا اكنك عاملة فيها اي حاجة. يلا بقى نبدأ الفيديو. جبنا 6 اكياس فيجيتار من السوبر ماركت عادي خالص، بكام؟ ب10 جنيه. يعني هتجيبي ب10 جنيه فيجيتار هيقضيكي الشهر كله. الكمية اللي انت هتعمليها هتقضيكي الشهر كله بس، وهيبقى حلو جدا ومفهوش اي حاجة، ما تقلقيش خالص، هيطلع زي الفيجيتار العادي خالص. احنا معانا مج نشا ومجين دقيق وحبة شطة للناس اللي بتحبوا سبايسي، وبابريكا وفلفل اسود، ويا ريت تزودي بصل بودره وتوم بودره عشان انا بس ما عنديش. هنجيب البوله بتاعتنا ونحط بقى، نفتح الاكياس بتاعتنا، هنفضي كل الاكياس، وبعد كده هنروح حاطين عليها. انا فتحتها عشان الفيديو ما يطولش اهوت. هنبدا نطلق كل الاكياس. عايز اقولك الفيجيتار دوت ما بتقدريش تفرقيه عن الفيجيتار العادي خالص، ولا اكنك مزوداه ولا اي حاجه، بيديكي نفس الطعم بالظبط وبيبقى طعمه جميل جدا. للناس اللي هي ما بتحبش تجيب الفيجيتار اللي هو بتاع مجوي والحاجات التانية ديت، انا ما بحبهاش، بحب طعم الفيجيتار بس لانه بيبقى ناعم وحلو. هنبدا نضيف النشا. انا حطيت حبه بس في الاول وهحط حبه تاني. النشا بتخلي الحاجة مقرمشة كده وجميلة وبتدي لها طعم حلو قوي، والدقيق بيزود بس ما بيعملش حاجة، ما بيأثرش يعني، ما تقلقيش. انا كل شهر بعملها وبتبقى جميلة جدا وبتنفعني طول الشهر. وهبدأ بقى احط التوابل. هضيف حبة فلفل اسود وحبة بابريكا وحبة شطة، لان انا مش جايباه من اللي هو الحار، انا جايباه من العادي عشان الحار بيبقى حراق قوي، وحبة بابريكا، وزي ما قلت لك لو عندك توم بودره وبصل بودره يا ريت تضيفي. واديني حطيت باقي النشا اهوت، وادي اهوت انا كده خلصت دي الكميه كلها. بصوا الكميه اتضاعفت وبقت يعني كميه كبيره، هتنفعك طول الشهر، تعملي بيها بانيه، تعملي بيها كبده، تعملي بيها فراخ بالفيجيتار، هتبقى حلوه قوي. بصوا بقى تعالوا نوزنها. بصوا ادي اهوت الكيس اللي احنا عملناه، بصوا عمل قد ايه، اكتر من نص كيلو. بصي اكتر من نص كيلو، كمية هايلة جدا وحلوة قوي وموفرة. كل ده ب10 جنيه فيجيتار. وهوريكي برضو انا بعمل بيه الفراخ ازاي، بحطه على كيس كده، بحط حبة فيجيتار على كيس، وادي البيض اهوت، احط الفراخ في البيض، وبعد كده اروح جايبة كيس واروح حط عليه الفراخ كده اهوت وبضره. دي بتبقى طريقة اسهل، ايدك اولا ما بتتوسخش، وثانيا الفرخة كلها بتاخد من الفيجيتار وبتبقى متبدره كويس قوي اهوت. تحطي عادي خالص الفراخ في البيض، وبعد كده تروح حطها في الكيس وتروحي مقلباها كده اهوت، بتديكي طبقه سميكه، والطبقه ديت ما بتطلعش، وكمان ايدك ما توسختش. وبصي وطريقه حلوه جدا. وبعد ما تخلصي بتروحي ترمي الكيس وخلاص. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون فادك يا رب. والفراخ طلعت تحفه، هي مع كأنها معموله بالفيجيتار، ما تقدريش تفرقيها خالص ان هي تكون معموله مثلا متزوده او اي حاجه، لا هو بالفيجيتار ما فيهاش اي حاجه. ادي كميه الفراخ اللي اتعملت اهيت، وبصوا بعد ما طلعت فراخ بالفيجيتار عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه، طعمها حلو جدا جدا، وبالف هنا وشفا. يا رب اكون فدتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. بحبكم في الله.